نور يا استاذ صالح، بس بالهداوه لان البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم جداف. على فكره انا ماليش في البانجو، انا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، تعرف يا صالح انا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل ايه؟ احنا 5 ساعات ولا 6 ساعات ونخلص. امسك فك. يا عم انا ابويا لو عارف ان انا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى ابوك، ابوك مسافر، فكنا بقى. امسك. انت متاكد انه خفيف طيب؟ جدا، ملوخيه. انت طلعت بلاستيك يا عم مجداف. اه زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط. انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها؟ انا هقدم على الخرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق. ايه؟ ايش شوية بس أستاذك، ممكن تطفى بتجيب كوباية مية من التلاجة اللي وراك دي بعد إذنك؟ مية؟ ما أجيب لك غدا يا أخويا أحسن. بعدين يا صالح، يا صالح أنا كلمت في طاقة. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. أستاذ هو اللي يجيب لك مية ويعني إيه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في إيه يا جماعة؟ آه إيه ده؟ معلش أصل أنا البنطلون مبلول وأنا ما بنشره بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حراك ميه معايا هنا. وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكم. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. أمور حضرتك عايز حاجة؟ عاوز حاجة؟ ده تالت مرة بتسألني السؤال ده. معلش اسفين أمور. عايز أفتح محل مخبوزات وعايز أعرف إيه الأوراق المطلوبة بالظبط. تقولي اسم محل إيه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم أمي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عم بس يا عم حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. طبعا طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هبيع سميد وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه اه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا واد. بس ما هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ مفيش اسبوع يعدي غير لما يجيلي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه؟ انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجيلي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى؟ وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم، مش معنى اني في البنك. اه طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك ما هيمشي كوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الهباب اللي انت هببته في البنك النهارده ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ اكذب يا غلط. تكذب ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرى يا سامي مالك بتتكلم عيد انت كمان؟ سامي؟ اه سامي. امال ساميه؟ انا هسكت له.
شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعه ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقه دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زاله لسان وهفوتها المره دي، لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زئرو. عناية احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زئرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زئرو. عناية احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها شبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زئرو؟ شوكولاته وعم زئرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا انت طالما النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله، روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى قاعد انت، انت قاعد ابن سايب باطه صح؟ اه اقعد، انا شايف فيك مشروع شابه. حاض اقعد العب وببلاش كمان. حاض جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك. بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده برشام؟ انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ هتودينا في ده؟ الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجل شويه وعامله زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت هو من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا هذا. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطه. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هفهفي، وخدينا للماضي وسحره الخفي. اسمها ايه اللي الصفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفول. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. اه تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه، يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك استضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى يا جماعه، احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. ايه ده عمور، ايه ده؟ فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. ده يا عموره ايه بقت كده؟ فلوسي وفلوسك هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكر كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقه. حواراتي انا برضه. اقول لك العب، ادي الدرع لعمك عمرو، ادخل يلعب. يلا تعالى يا حماد العب. بس يلا تعالى هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدرعات كانت معلقه. صباح الفل يا بيه. صباحك ابيض. الماتش خلص كام كام؟ بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يالا، ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا صباح؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ تلعب ايه؟ الارسنال. مصطفى الاغي يا ماما بتاع بطولة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، بضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت اهبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي ايه بقى يا ماما؟
انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتك فمنك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يا ام هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطه ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. بالراحة، بيوت الناس لها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود ايه؟ ما جوه؟ يا هتاكلك خش يا عم، في ايه خش؟ السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابة ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش ايه بس؟ ثواني بس صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح انت. ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه ام صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا يا عسل. عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. الله خلاص يا صالح. ايه ده؟ خلاص صلي على النبي يا صالح. صلي على النبي يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صلي على النبي بس معلش، ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا اوبا وطي هات السيجارة. حاضر حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزبالة، روح ارمي ارميها في الزبالة. خلاص 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 يا صالح. خلاص بقى معلش، خش خش اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف. عملية استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حرامية يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمة العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده؟ لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وديعة في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنة. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل. أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى اسمة العدل ولا لأ؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدف لحسلك دماغك. أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود يا نهار أسود. أنا أسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها، ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. اسم الله عليك. ده سوقي ده، اسمها استلاف، عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم، هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة،
هفكر فيها وانتوا برضه تدوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترتها يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازما السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا. انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجي جنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش. ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص يا عم زقرو. لا يونس.